نرمين، مع تفشي فيروس كورونا المستمر للأسف وتطور الفيروس وأعراضه واختلاف أعراضه على الناس، اليوم مع الاختبارات المتعددة، في اختبارات غير ممكن نقول نحن المسحة المعتادة نتعرف إذا الشخص فعليا معه كورونا ولا لا، مع الأعراض اللي هي أساسا بتطور مع تطور الفيروس. لنحكي عن هالموضوع أكثر معنا الدكتور فؤاد يارد، اختصاصي بالتشخيص المخبري. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم ونهار مبارك على الجميع يا رب. يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي اليوم عن الأنواع اللي موجودة اللي بتكشف عن فيروس كورونا، وهل هي التحاليل بتختلف حسب بتبين لي أو بتوضح لي درجة خطورة كورونا؟ يعطيكم العافية. للأسف العالم هلأ عم يمر بوباء خطير، صحيح، بس منقول الحمد لله على شغلتين. الحمد لله أنه الأمور نسبيا مسيطر عليها، والحمد لله أنه عندنا الأدوات اللي تساعد على الكشف. هلأ بداية فيني أقول الطب تطور بتطور ثلاث اختصاصات رئيسية، اللي هي التشخيص المخبري والتشخيص الشعاعي والتشريح المرضي. فهي عملية متكاملة مع الطبيب المعالج. مع هالثلاث اختصاصات رح تساعدنا على التشخيص. فأنا إذا بدي أحكي على اختصاصي كتشخيص مخبري، في عنا مجموعة من التحاليل فينا نقسمها كتحاليل رئيسية تحاليل نوعية. كتحاليل رئيسية فينا نقول تعداد وصيغة، CRP، LDH، الدي دايمر، الفيريتين. هدول تعابير الناس عم تسمعها هلأ بالكورونا، بس يمكن بالنسبة لها تعابير جديدة. وعندنا التحاليل النوعية يلي منسميها PCR، أو مثل ما الناس بتتداولها مسحة السفر أو المسحة. وعندنا الأضداد اللي هي IgM والIgG. هلا إذا بداية نحكي على التعداد والصيغة، هو تحليل واسع رح يعطينا رقم كريات البيضاء إذا كانت مرتفعة ولا منخفضة، رح يساعدنا لنحدد شو هي نسبة كريات البيضاء الموجودة بالدم، إن كانت كريات معتدلات أو لمفاويات شو النسبة تبعها. كل ما ارتفع رقم الكريات البيضاء اللمفاوية كان وضع المريض أحسن، وكل ما انخفضت بيكون وضع المريض أكثر حرجا. فإذا مثلا عندي أنا مريضين، مريض تعداده 5000 ومريض تعداده 3500، بس اللي تعداده 3500 لمفاوياته أعلى، فهو رح يكون وضعه أحسن من المريض اللي هو تعداده 5000 بس لمفاوياته أقل. عندنا تحليل CRP، تحليل كتير مهم، هو تحليل قديم ما له جديد. ميزته هذا التحليل انه سريع الارتكاس، هو اي حدثيه التهابيه بتصير بالجسم مباشره بيرتكس بعد 6 ساعات من اي مشكله بالجسم، مشان هيك ميزته بيساعدنا نلقط بسرعه اي اصابه، ان كان بكتيريه جرثوميه او فيروسيه او فطريه. التحليل الثالث اللي هو LDH، الطبيب المعالج بيطلبه ليشوف قديش الإصابة مأثرة على النسيج الرئوي، وهذا الشيء كتير مهم بالكورونا. صحيح. التحليل الرابع اللي باللغة العامية بنقول نحن مخازن الحديد، اللي هو الفيريتين. طيب شو دخل مخازن الحديد بكورونا؟ في ناس مرضى انه بيطلع بيقول انا صار عندي مخازن انه على الكورونا انبسط مخازن الحديد ارتفعت، هذا الحكي لا. مخازن الحديد واللي هي الاسم العلمي الفيريتين، هو بروتين من مشعرات الطور الحاد. هذا البروتين بيرتفع عند اي ارتكاس بالجسم، ولذلك منلاقي بالاصابه بيرتفع، ورقمه كتير مهم هذا بالتشخيص. التحليل الاخير اللي بيسموه باللغه العاميه تحليل التخثر، بدنا نعمل تحليل التخثر اللي هو الدي دايمر. بناء عليه بنلاقي الطبيب المعالج شاف هذا الرقم بلش يقول لك لازم تاخذ مميعات، بهاجم بالمميعات حسب الرقم. هذا الدي دايمر كثير مهم، ارتفاع الرقم بدلنا على حاجه الجسم، قديش هو مستقبلا ممكن يضطر المريض ينحط على اكسجين ولا لا، وقديش عم بيصير عندي صمات وتخثر بالجسم. والتحاليل النوعيه PCR اللي هي المسحه ميزتها انه سريعه الكشف،
بس مشكلة البي سي آر مكلفة جدا. لهيك عم نسألك دكتور يمكن عن التحاليل الأخرى، لأنه نحن بنعرف يعني المسحة مكلفة وأساسا مش كل الناس قادرة، بس دقة نحن كنا بنسمع مثلا بالدايمر لما نحكي عن بعض التحاليل الأضاد، حذكرتنا أكثر من تحليل غير يمكن مسموع عند الناس، دقة هاي التحاليل قديش بتعطينا فينا نقول؟ وإذا كان عنده مثلا مشاكل صحية ممكن يأثر على دقة هاي التحاليل لما نقول إنه أعمل تخثر الدم أساسا لما يكون عنده أساسا مشكلة ممكن يأثر أو لا ما له علاقة؟ تمام. هلا مثل ما بنقول إيد لحالة ما بتزقف، أنا ما فيني أمسك رقم تحليل معين وتحرك فيه أقول هذا المريض عنده كورونا، لأنه نحن ما عم نحكي على تحليل نوعي. التحاليل الرئيسية اللي ذكرتها هي مو بس للكورونا، إنه أنا انصبت كورونا فهو ارتكس هذا الرقم، ولذلك لازم تكتمل عندي الصورة كاملة، مجموعة هالتحاليل مع الحالة السريرية اللي بشوفها الطبيب المعالج مع الأشعة إن كان صورة الصدر أو الطبق المحوري، هيك بتكتمل الصورة. هلأ بالنسبة لسؤالك إنه أنا الشخص اللي انصاب تماماً تماماً، شخص عنده مشكلة صحية صاب بالكورونا وشخص ما عنده مشاكل صحية بالأساس ونصاب بالكورونا، على الأرقام أنا ممكن لاقي نفس الأرقام، بس سريرياً المريض اللي مثلاً عنده سكري، عنده قصور كلوي، عنده قصور قلب، عنده مشاكل بالغدد، هذا كله رح يكون سير مرضه مختلف. تمام، يعني ما بالضرورة أوقات الرقم يحدد لي شدة الإصابة، ممكن يكونوا رقمين نفس الشيء بس سريريا بيكون الوضع أسوأ. بس مثلا إذا أنا نحكي الفريتين رقمه كتير مهم ليدلني قديش شدة الإصابة بعكس السي آر بي، يعني يعطيك شدة الإصابة، يعني إذا شخص ما نعرف هو بأي مرحلة بيعطيك شدة وفيني أنا أعرف الفريتين والدي دايمر بيعطونا فريتين، مثلا مريض اللي الفريتين تبعه 300 غير مريض الفريتين تبعه 500 غير مريض الفريتين تبعه 1000، الفريتين ما لازم يطلع فوق ال 1000. دي دايمر نفس الشيء هو لل 500 نانو جرام على الميلي، فما لازم يطلع على ارقام عاليه، متى ما ترقى الرقم معناتها في عندي مشكله. اما السي ار بي غالبا مرضى الكورونا رقم السي ار بي عندهم بين 20 وال 50، ممكن لاقي مرضى حتى السي ار بي تبعهم 10 بس سريريا والحاله العامه تبعهم أسوأ من مريض رقم السي ار بي تبعه 50. تمام، كل تحليل له خصوصيته، بس هالمجموعه التحاليل هي خيطان 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 عم نربطها لنعمل جدله وحبل نمسك فيها التشخيص الصحيح. دكتور هيك لنحكي معلومه اكثر مبسطه للناس، احنا عم نحكي مصطلحات علميه وارقام يمكن تكون شوي صعبه عليهم. اذا بنحكي هلا نحن بفصل الشتاء دائما يمكن بيعانوا من مشكله تقارب الاعراض بين فصل الشتاء الزكام العادي وبين فيروس كورونا، 100%. شو الفحوصات المبدئيه اللي لازم يبلشوا فيها وعلى اساسها بينتقلوا لدرجه اعلى او درجه ثانيه من الفحوصات، او ممكن هي بتشبه التحاليل فصل فحص الدم يلي بنعمله لما نكون مرضى بشكل عام بيطلب الطبيب؟ هلا اهم شغله انه الكورونا مشكلتها مثل ما عم نسميها هلا المقلد الاكبر، عم تيجي بشكل كثير من الاعراض، ان كان ارتفاع حراره، ان كان غياب حاسه الشم والتذوق، علما انه هلا بالموجه الرابعه اللي هلا نحن اللي موجوده هلا بالبلد شوي موضوع غياب حاسه الشم والتذوق خف عن باقي الموجات، عندنا التهاب ملتحمه، عندنا كثير اعراض، ممكن يتظاهر مريض قصور كلوي، ممكن يتظاهر المريض باعراض هضميه مثل اسهال، ارتفاع خمائر كبد، مشكله بالكبد، ممكن يتظاهر عنده مشاكل قلبيه، غياب دوره طمسيه عند الاناث واضطرابها، ضعف جنسي عند الرجال واضطرابه، معناتها انا عندي مجموعه من الاعراض، فهو المريض بحد ذاته ما راح يقدر يقول انا معي كورونا وهي راح اروح اعمل هي التحاليل. بالحالة الرئيسية أي عرض بحس فيه لازم يشوف طبيب معالج يقيمه ويأكد على وضعه وهو يحرك، يعني هو يوجهه بالتحاليل المطلوبة، لأنه حتى التحاليل الرئيسية كمان ما لها رخيصة مكلفة، فبده يوجهه بالتحليل الصح، ينحط على التحليل الصح مشان تنحط خطة المعالجة الدقيقة. طبعا.
صحيح، وخصوصا اليوم لانه احيانا بيكون في معالجه تختلف من طبيب لطبيب وعم يصير نوعا ما اشتباك وبعض الاخطاء بالمعالجه. واشرت لنقطه كثير مهمه يا دكتور، انه يمكن نتيجه التحليل تختلف عن الاعراض السريريه للمرضى، يعني ممكن يكون المعدل عنده مش كثير عالي، مع ذلك المعدل النظامي يكون اعراضه نوعا ما اقوى، تختلف شده الاعراض. شو السبب لما نقول هون بيكون تختلف؟ المناعه بتلعب دور ولا الشدة بتلعب دور، ولا المرحلة الفيروس اللي بيكون فيها الجسم بيلعب دور؟ هلا نحن دائما بنقول الجملة الذهبية اللي علمونا اياها، نحن عم نتعامل مع مريض ما عم نتعامل مع مرض. صحيح. يعني كل مريض رح يتظاهر عنده المرض بشكل معين. اذا نحكي رياضيات، عندنا مسألة احتمالات اللي هو مناعة الجسم الانسان اللي عم بيستقبل هالفيروس والطفرة اللي عم بينصاب فيها، فانا قدام احتمالات عديدة مفتوحة قدامي كيف رح تصير، والمرحلة يلي اكتشف المرض فيه وحكى عنه. أهم شغلة بالكورونا عدم الإنكار، يعني أنا كل مريض عند الكل تماماً، يعني بيقول لك أنا لا ماني حاسس، يعني أنا مرشح بحالة مزرية، أنا مرشح وسخنان وتعبان وجسمي مكسر بس مالي مكورين، هذا هذا يعني، وهي بتأثر بعملية الشفاء أساساً والمعالجة. تماماً تماماً، كورونا ما في أسهل منها بالاكتشاف المبكر، ما في أصعب منها وقت تتأخر علاجها، توصل لمراحل متقدمة. تماما. دكتور لما نحكي عن الكورونا لازم نسأل عن موضوع الفطر الأسود، في حالة هلع عم بتكون يمكن متداولة كتير على السوشيال ميديا وترابط مع موضوع الكورونا، خليني أسألك شو سبب هذا الترابط؟ وبسوريا موجود الفطر الأسود، اكتشفت حالات منشأه؟ للأسف الفطر الأسود موجود بسوريا. هلا هو ما له مرض جديد. صحيح. هو مرض قديم بيصيب الاشخاص المضعفين مناعيا، يعني مرضى السكري، مرضى قصور كلوي، مرضى الاورام، مرضى مثلا لنفترض مرضى الايدز اللي هن بالاساس مضعفين مناعيا، هدول كلهم اشخاص مؤهبين للاصابه بالفطر الاسود. طيب شو دخل كورونا بالفطر الاسود؟ كورونا بحد ذاته أي إصابة على الجسم هي بتضعف المناعة، زائد في دواء سحري يستخدم بالكورونا وقت الطبيب بيلاقي حاجته، مثل التعويذة اللي بيعطيها الساحر اللي هو الكورتيزون. وقت الطبيب بيرتقي إنه لازم، طبيب معالج بيرتقي إنه لازم ينعطى الكورتيزون بمحله، فعم بينعطى وعم بيكون دواء سحري، لأنه عم بيساعد إنه عم بيرمم النسيج الرئوي، عم بيساعد انه يضعف مثل يهدي الجهاز المناعي بالجسم، خوفا من شيء بنسميه نحن بالكورونا بنخاف منه، هو عاصفه السيتوكينات، يعني الجسم بيعمل رد فعل مناعي كثير بصفي عم بيهاجم بشراسه، هون المرضى بتلاقي الدهور وضعه. مشكله الفطر الاسود، طالما انا عم باخذ كورتيزون فانا عم بيظبط لي جهازي المناعي، والاصابات الفطريه روح قلبها الدخول من الثغرات الضعيفه مثل ما بنقول. صحيح. دائما هي اصابات انتهازيه، ولذلك بنلاقي ازدادت الحالات بالاصابه بالفطر الاسود بالكورونا، لانه عم تستغل هالضعف عند الاشخاص. بس هو مش معدي، كيف ينتقل مشان الناس؟ لانه صار عنده عمليه خلط وخوف انه مش بكل مصاب كورونا يصاب بالفطر الاسود. تماما. لا، لانه ممكن جهازك المناعي يعمل رده فعل يكون اقوى 100%، يعني حسب الاجهزه المناعيه تختلف عند الاشخاص 100%. الاصابه من الانسان لانسان باغلب الحالات هي غير معديه، ولكن نحن امتى بتصير العدوى؟ مريض حس حاله منيح، حمل حاله طلع من البيت بلا كمامه بلا شيء، لساته جسمه مثل الورقه طري، فهذا اي ابواغ بيستنشقها ممكن تاثر عليه. مريض اكل اكله ما له منتبه، ما له نظيفه، جاي عليها ابواغ ممكن. مريض اكل شغله ما له منتبه انه معفنه او شيء ممكن تاثر. ونحن هلا مثل ما بيقول، يعني لنفترض هلا اغلب بيوت السوريه مثلا بيكون حاطط صحن مكدوس على الطاوله، بيكون بنلاقي نحن اللي فوق المكدوسه اللي فوق هي الطبقه البيضاء، هي كثير خطيره، هي يعني هي مو بس يكفي نحن عفن بالنهايه، تماما لا يكفي انه نحن شلناها وكبيناها واكلنا المكدوسه، لانه الفطر بحد ذاته بيخترق النسيج حتى لو انا مالي شايف، يعني هو طالما نسيج بيدخل فيه ممكن هو وصل للباقي يعني، فكتير بده يكون حذر بهذا الموضوع
العفن على الاكل وهدول القصص الادوار. مناعة الشخص تختلف بمقاومه الفطر الاسود؟ طبعا طبعا مناعه الشخص تختلف، مثل ما عم بقول لك في اشخاص مضعفين مناعه رح يتاثروا اكثر، في اشخاص اذا هلا انت مثلا شخص طبيعي وما عنده اي مشكله ممكن تعرض لفطر اسود ما يصير شيء. هي الفكره الرئيسيه. دكتور عم نستغل وجودك معنا لنحكي عن ابرز الاقاويل الشائعه يلي عم تكون في دراسه جديده يمكن كانت عن ربط الكورونا بالزهايمر. بدنا نسال عن هذا الموضوع، عن الدراسه وين تمت وهل هي اثبتت نتائج مؤكده ام بعدها هي مجرد شكوك؟ كان لي شرف المشاركه بدراسه صارت بين مشفى الهلال العربي السوري بدمشق وجامعة ستراسبورغ بفرنسا وجامعة القديس يوسف وجامعة الأمريكية بلبنان وجامعة لودز بولندا وجامعة صوفيا بلغاريا. بهالدراسة كان معنا طبيب سوري، طبيب أسنان سوري اسمه دكتور ناجي خاروف، هلا بده يقدم رسالة الدكتوراه تبعه بفرنسا الله يخليك. السوريين وين ما عم بيكونوا عم مبدعين أكيد، عم بيكونوا مميزين. هي الدراسة استخلصت علاقة بين داء الألزهايمر والإصابة بالكورونا. هلأ إذا نقسمها فينا نبلش أنه لاحظنا أنه كتير مرضى بعد الإصابة بالكورونا صار عندهم تشويش ذهني، بس هذا الشيء كان عكوس لفترة شهر ونص شهرين. في كتير مرضى مصابين بالكورونا مصابين بالألزهايمر إصابتهم بالكورونا تفاقمت الحالة عندهم، صار عندهم شدة الألزهايمر أعلى. في كتير مرضى ما لهم مصابين بالألزهايمر بس عندهم عوامل مؤهبة، صابوا بالكورونا سرعت ظهور الألزهايمر، لأنه هو أشكال أحد أشكال الإصابة بالألزهايمر هو الإصابة بعضوي يساعد على ظهور هالمرض. من هون انطلقت الدراسة، وكان الفكرة الرئيسية كمان إنه مريض الألزهايمر قديش نحن لازم ندير بالنا عليه، لأنه هو بالأساس قواعد الكورونا بعيد عم بينساها، إن كان هي ارتداء الكمامة أو التباعد الاجتماعي أو غسل الإيدين بالمي والصابون، فأنت بتقولي له أنت لازم هيك تعمل بعد فترة عم بينساها. فاكتشفنا إنه عم بيكون عنده المريض المصاب بالألزهايمر أساسا حمل فيروسي أعلى من غيره بالإصابة. تمام. فهي هي فكرة الدراسة الرئيسية. هلأ في فكرة بس حابب كنت نوه عليها، في كتير مرضى عم بيراجعونا بالبي سي آر إنه نحن نصبنا ونشفينا بس لسه البي سي آر إيجابي. صحيح. طيب ليش هذا الشيء عم بيصير؟ وبهيك حالة أنا شو بعمل؟ أو في كتير مرضى عم تكون عليهم أعراض والبي سي آر سلبي، طيب بهيك حالة شو بدنا نعمل؟ أهم شغلة أهم شغلة أهم شغلة ما نخاف، وقت بعد فترة الإصابة بيطلع البي سي آر إيجابي. في كتير أشخاص في فرضيتين، في كتير أشخاص عم بيطلع عندهم بقايا الفيروس بإنفون، والفرضية الثانية إنه بعض أجزاء الحمض النووي تبع الفيروس عم ترتبط بالحمض النووي تبع الإنسان، المادة الوراثية تبع الإنسان، مشان هيك عم تطلع. هلا هذا الشيء بخوف؟ لا ما بخوف، لانه ممكن الفيروس الانفلونزا الموسمي اللي كل العالم تنصاب فيه، ممكن اذا جيت انا عملت مسحه لشخص لدور عليه وهو منصافي من قبل حتى لو ما عليه اعراض لاقي موجود. فهي ما لها شغله بتخوف. هيك حاله وقت الطبيب المعالج هو شاف الاعراض كلها ومتوجه انه هذا المريض مصاب للكورونا بالكورونا والبي سي ار سلبي، ما مشكلة هو بيعالج لأنه خلص مؤمن بهذا الشيء أنه هذا المريض عندي أعراض. هلا في اختبار الأضداد بس حابب نوه عليه أنه نحن اختبار الأضداد اللي هو الاي جي ام ما بينعمل غير بعد 8 أيام من ظهور الأعراض، لأنه رح يعطيني كمان سلبية. فهي بدها تكون لعبة التحاليل دقيقة جدا، متابعة الدكتور أساسا ترجع لمرجعية. هي الفكرة، ما لازم الواحد يفوت يقول أنا بدي أعمل تحاليل، لازم يكون شاف طبيب فحصوا وتوجه بالعلاج. طيب دكتور خلينا نحكي عن أهمية اللقاح اليوم للوقاية من فيروس كورونا، واليوم عم نشوف بعض الأشخاص ممكن يكونوا
أخذوا اللقاح يصابوا بفيروس كورونا، بس هيدا اللقاح فينا نقول يعطي مناعة للجسم وبيخلي المرض خفيف الشدة، يعني يصير جسم محصن اليوم. وهل اللي أخذ لقاح كورونا معرض للإصابة بفيروس أو فينا نقول الفطر الأسود ولا لا بيكون عنده وقاية أكثر؟ سؤال كتير مهم. اللقاح هو سفينة النجاة بالوضع الحالي، لقاح كتير مهم. أحسن لقاح هو اللقاح اللي بيصح لنا. وزارة الصحة مشكورة أمنت عدد كبير من اللقاحات، يعطى مجانا للجميع. صحيح، ويعطى مجانا للجميع، ما لازم نتردد. بس في فكرة إنه اللقاح نحن وقت رح ناخده مو يعني نحن لبسنا درع واقي من رأسنا لرجلينا ونحن ما رح ننصاب، بس نحن الأكيد إذا انصبنا رح تكون إصابة خفيفة. كل الإشغال بالمشافي هلأ، المرضى العزل ومرضى العناية المشددة المصابين بالكورونا هنا من الأشخاص الغير ملقحين. صحيح، لم يذهبوا للقاح. موضوع اللقاح كتير ضروري. وبالإضافة للقاح، يعني حتى الواحد وقت عم بيتلقاه في كتير أشخاص عم بينسوا إجراءات الوقاية، يعني الكمامة ما لازم ينساها، الغسيل بالمي والصابون، المعقمات، التباعد الاجتماعي، أي مكان ازدحام لازم نحن نلتزم بكمامة. أنا بقول لهم أوقات حتى إذا شخص جاب كمامة قماشية وغسلها كل يوم، ما له قدران يبدل كل يوم كمامة، جاب كمامة قماشية وغسلها كل يوم، هذا الشيء بيساعد وبيحمي. يعني الموضوع بده كلنا نتساعد لنكسر هالحلقة العدوى. لقاح كتير ضروري، لقاح هو سفينة النجاة. صحيح. يعني دكتورة بدنا نشكرك بالختام على كل المعلومات القيمة يلي قدمت لنا اياها، وبدنا نضم صوتنا لصوتك. افضل لقاح هو اللقاح المتاح. تمام. ما فينا بقى ننطر ليجي لقاح او على مهلنا، لا لازم. تماما، كل اللقاحات المتوفرة هي لقاحات ممتازة. صحيح، وموافقة عليها عالمية. واساسا لتحد من انتشار الفيروس، قسم عندك بيكون مصاب القسم الاخر ياخذ الفيروس، هيك بنحد الحلقة ويصير عدم تفشي. تماماً. والدولة وزارة الصحة مشكورة مثل ما قلت أمنت اللقاح لجميع الناس، التوجه لأي مركز ومن خلال تسجيل على المنصة للحصول على اللقاح. نتمنى من الكل فعليا، لأنه في كتير ناس عم تتخوف خصوصا كبار السن. لا، فينا ناخده لنحمي نفسنا ونحمي عيلتنا، لأنه للأسف في كتير ناس خسرت أشخاص عزيزة عليها كان فيها تاخذ اللقاح وما نخسرهم ويبقوا بيناتنا. نتشكرك أكيد دكتور، نوجه تحية أكيد لوالدك معنا بالاستديو، ونقلكم يعطيكم ألف عافية، ونحن بنفتخر بدكاترة مثلكم. شكرا كثير لك. شكرا لك دكتور فؤاد يارد، اختصاصي بالتشخيص المخبري. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا.